أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: مصرع وإصابة 4684 شخصا نتيجة الحوادث المرورية في النجف. وجاء في المدى: البرلمان يعترض على آلية وزارة الخارجية في اختيار السفراء. ونطالع في كتابات إيران تؤكد أن الحشد الشعبي لن يندمج إطلاقا بشكل كامل في الجيش العراقي. نقرأ في البصائر: ميليشيات الحشد الشعبي تخوض وحدها حملة عسكرية غرب العراق. نطالع في القدس العربي: قطر تعلن نجاح محادثات السلام الأفغانية، وأطراف الصراع يتعهدون بإعداد خريطة طريق للسلام. أما في العرب اللندنية فنقرأ: اليأس من التغيير بات سمة جامعة بين العراقيين. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العربي الجديد: احتجاجات هونغ كونغ تؤتي ثمارها، إلغاء مشروع قانون لتسليم مطلوبين للصين. أهلا وسهلا بكم. نقرأ في العرب اللندنية: يقول الكاتب ماجد السامرائي في مقال بصحيفة العرب اللندنية إنما حصل رسالة سياسية إلى واشنطن، حيث مفادها هدفها إبعاد الاتهامات عن مؤسسة الحشد الشعبي في العراق بكونها مرتبطة برئيس الحكومة وليست بإيران، والخطوة تشكل عملية تطهير لبعض غير المنضبطين في الحشد، حيث ستتم خلال هذا الشهر هذه الإجراءات، ومن ضمنها ضد الحشد الشعبي ذراع إيران حيث تتجاهل مصالح العراق. اشتغل بذهائه الناعم وعمق تجربته السياسية، وتوصل بعد حوارات معمقة مع طهران وزعامات الحشد إلى تخريج آلية تهدئة عبر عنها بالأمر الديواني في الأول من يوليو الحالي بتنظيم وضع الحشد الشعبي بصورة توحي بإعادة هيكلته وضبط انفلات مقراته وإنهاء تجاوزات بعض منفلتيه وإخفاء أسماء تلك الفصائل المطاردة من الولايات المتحدة وتأكيد ارتباطه بقائد القوات المسلحة وغيرها من التفصيلات التي صورت وكأنها ثورة على الحشد الشعبي وإدماجه بالقوات المسلحة. هذه التفسيرات المضخمة بعيدة عن واقع هذا البيان الإجرائي، وخير من فسره أحد قادة الحشد الشعبي وهو أحمد المقصوصي في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن قرار رئيس الوزراء مطبق فعليا ولا جديد فيه. أكد ذلك الناطق باسم الحشد كريم النوري معتبرا أن القرار سبق أن اتخذه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لكنه لم يطبقه. أما بيان حزب الله العراقي فقد طالب بشمول البشمركة الكردية بإجراءات ولاية رئيس الوزراء، وهذا مما يؤكد أن ما حصل هو رسالة سياسية لواشنطن من بغداد هدفها إبعاد الاتهامات عن مؤسسة الحشد الشعبي في العراق بكونها مرتبطة رسمياً برئيس الحكومة وليس إيران. ويضيف الكاتب السؤال المهم: هل إن عادل عبد المهدي اتفق مع النظام الإيراني بالتوقف عن هذه العمليات؟ وأن الحرس الثوري الإيراني سيلتزم بذلك، وهل سيتم استبدال هذه الانتهاكات بنمط جديد من التخريب الإيراني يبعد الشكوك عن فصائل الحشد الشعبي والقوى المسلحة غير الملتزمة بتعليمات الحكومة العراقية؟ الأيام القادمة ستجيب على هذه التساؤلات. جاء في القدس العربي: عندما يتم الحديث عن الحشد هو تشكيل مسلح تتوفر فيه وحدة البناء والتوجه والولاء والحاضنة، بل حتى الاتجاه العقائدي فيه اختلاف بين الفصائل المنضوية فيه، فهنالك من يؤمن بولاية الفقيه ويقلد المرشد الأعلى الإيراني، وآخرون لا يؤمنون به إطلاقا وبها كذلك، ويقلدون مراجع دينية أخرى سواء في إيران أو من داخل العراق. حيث عن حل الحشد ودمجه كتب مثنى عبد اللهفي في القدس العربي: إن الإشكالية الكبرى في العراق ليست بإصدار القرارات بل بالقدرة على تنفيذها وجعلها أمراً واقعاً، وفعل ذلك ليس أمراً سهلاً يسهل القيام به في واقع سياسي معقد
تتشابك فيه المصالح الدولية والإقليمية في ظل انعدام تام للرؤية الوطنية المحددة للمحرمات التي تمس المصالح العراقية. فالحقائق الملموسة تشير إلى وجود فاعل أساسي على الأرض العراقية، بينما الفاعل الذي يريد أن يشكل الدولة العراقية بكل ما يعنيه معنى الدولة غير موجود. لذلك رأينا عندما أنذر رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي الميليشيات المسلحة في الشهر الماضي وحذرها من القيام بعمليات مسلحة، قد واجهت إنذاره بتحد سافر وقامت بإطلاق صواريخ على مواقع بمحافظتي الموصل والبصرة بعد يوم واحد من بيانه. وعندما أمرها بالخروج من الموصل وسهل نينوى في مايو أيار الماضي رفضت الامتثال لأوامره علنا. هذه الإشكالية تشير بوضوح تام إلى أن هناك هشاشة سياسية في معنى وماهية المناصب في السلطة العراقية الحالية، كما أن هناك فراغا سلطويا كبيرا نتيجة حالة الصراع المستديمة القائمة في الواقع السياسي، فكانت فرصة سانحة لقوى الفوضى أن تستغله. لذلك بقي شعار حصر السلاح بيد الدولة مجرد لافتة رفعتها كل الحكومات المتعاقبة، بينما عجز الجميع عن أن يجعلوا من هذا الشعار واقعا ملموسا. إذن يبقى صانع القرار السياسي في طهران مطمئنا على أذرعه، لأنه يعرف جيدا أن إصدار القرارات شيء وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر. فإجبار الميليشيات المسلحة على الانصياع للأوامر الصادرة من السلطات المحلية يتطلب وجود قطاع أمني وطني تابع للدولة حصرا، وكذلك وجود إجماع من القوى السياسية الفاعلة. ولأن هذين العنصرين غائبين تماما في الحالة العراقية، لذا فإن استمرار انفراد الميليشيات بقراراتها من حيث تحديد من هو العدو ومن هو صديق. نطالع في البصائر. يقول الكاتب إياد العناس في مقال له بصحيفة للبصائر: معلوم لدينا أن هذه الميليشيات المسلحة لديها قوانينها وأنظمتها وتوجهاتها التي تعمل بها وتمتلك القدرة على التحكم بالعديد من القرارات الأمنية الميدانية وامتلاكها للأسلحة المتطورة التي تتفوق فيها على العديد من أسلحة القوات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة بغداد، كما أن لديها مرجعيتها الدينية والسياسية التي ترتبط بها وتأتمر بأوامرها وتنفذ تعليماتها، وتحديداً علي خامنئي وقاسم سليماني وقيادة الحرس الثوري. إذن لا قدرة لجميع الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية ضمن دائرة عمل الحكومة في بغداد على التأثير وإيقاف فعالية هذه الميليشيات. لهذا جاءت ردود الأفعال متناقضة وغير متفاعلة، وفيها من التجاذبات الكبيرة لرفض توجهات عادل عبد المهدي الواردة في الأمر الديواني الأخير، ومنها ما صرح به الناطق الرسمي لحزب الله في العراق عند إشارته إلى أن آلية دمج الميليشيات بالقوات الأمنية العراقية ما زالت غامضة وقيد البحث، والقرار ليس جديداً. وهذا تأكيد واضح على رفض جميع القرارات الواردة بتوجيهات عادل عبد المهدي والتمسك بالرؤية الإيرانية وتنفيذ المشروع السياسي الذي تسعى إليه طهران في العراق وتتخذه مساراً للنفوذ تجاه باقي الأقطار العربية المجاورة للعراق والبعيدة عنه، وتساهم في التأثير على الأمن الوطني والقومي العربي وتهدد مصالح وبقاء العراق والأقطار العربية الأخرى. كان هذا الرأي مماثلاً للعديد من قادة الميليشيات العاملة في العراق، والتي اتسمت مواقفها بالامتعاض من القرار الأمني والسياسي الخاص بمستقبل الميليشيات المسلحة ودورها ومصالحها التي تريد الحفاظ عليها. فكيف بقيادة الميليشيات التنازل عن دورهم الفعال وهيمنتهم على المنافذ الحدودية والشركات التجارية والتعاملات الاقتصادية والمقاولات وأراضي الدولة واستثمارها لزيادة مردوداتها المالية التي تساهم بتنفيذ العديد من المهام والأهداف الموكلة لها في العراق؟ لهذا يعتبر الأمر الديواني الأخير لحكومة بغداد نوعا من ذر الرماد في العيون، وليس لديه الفعالية في كبح جماح فعالية الميليشيات المسلحة أو إيقاف نشاطاتها والحد من فعالياتها ودورها في تنفيذ المشروع الإيراني السياسي في العراق. جاء
جاء في العربي الجديد في ظل زخم الأخبار التي تتوالى كل ساعة ووسط موج عات من التهديدات والتهديدات المضادة بين أمريكا وإيران وجعجعة بلا طحين اعتدنا عليها منذ 40 عاما، فإن خبر اكتظاظ السجون العراقية، هذا الخبر المهم الذي تضمنه تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، مر مرور الكرام ولم يلامس لا شغاف قلوب المتابعين ولا حتى مسامعهم، بعد أن أحجمت فضائية كثيرة منشغلة بنقل حرب التصريحات والتغريدات الإيرانية، ويجري ذلك نهارا وجهارا، وأحجمت عن إذاعته، كله في ظل صمت وتواطؤ مريب من السلطات الثلاث في العراق، وخصوصا السلطة التنفيذية التي يبدو أنها تقف عاجزة تماما إن لم تكن متواطئة مع جرائم التغييب القسري والاختطاف التي مارستها وما زالت تمارسها. ميليشيات منفلتة ويستخدم بعضها زي الدولة وآلياتها. مقال للكاتب إياد الدليمي في صحيفة العرب الجديد حول السجون في العراق. تخبرك السجون في العراق عن واقع مؤلم تعانيه وتعيشه آلاف العوائل العراقية التي اعتقل أبناؤها لتهمة أو دون تهمة، وما أكثرهم. فهذه العوائل إذا ما أرادت أن تزور ابنها فعليها أن تدفع ريشا كبيرة، وإذا ما أرادت أن توكل محاميا فعليها أن تختار محاميا يتبع بطريقة أو بأخرى لإحدى فصائل الميليشيات المسلحة. هذا المحامي غالبا ما يطلب مبالغ طائلة تعجز عن سدادها أغلب العوائل العراقية المنكوبة. وطبعا لدى هؤلاء المحامين القدرة على تخليص متهم ثبتت إدانته من حبل الإعدام، ولكن أولا على عائلته أن تدفع مبالغ كبيرة، غالبا ما تتمكن عوائل المجرمين من دفعها، بينما عوائل الأبرياء تعجز حتى عن سداد مبالغ بسيطة يمكنها أن تشفع لهم برؤية ربما تكون أخيرة. الأدهى والأمر من هذا وذاك أن عمليات الاعتقال تحولت من مناطق عديدة وخصوصا ما يعرف بالمدن المحررة من داعش إلى وسيلة ابتزاز يلجأ إليها ضباط في الجيش والشرطة يساوم أهل الضحية، فلا يخرج إلا بعد أن تدفع عائلتهم مبلغاً يذهب إلى جيوب ضباط الشرطة والجيش. حالة حقوق الإنسان في العراق كارثية بكل معنى الكلمة، ليس المراد هنا الإسهاب في أمرها ولا التذكير بكل جوانبها، وإنما التركيز على الأبرياء الذين تغص بهم السجون على امتداد خريطة العراق، ولا ذنب لهم سوى أنهم ضحايا في ظل نظام دولة لا تعترف بالضعيف ومن ليس له حزب يتبع إليه. الكارثة أن لا أحد في العراق أو خارجه يطالب بوقف هذه الانتهاكات المروعة. فساسة العراق وخصوصا الذين تصدروا المشهد في الانتخابات أخيرا وممن ساروا بين الناس مقدمين الوعدة والوعد بأنهم سيعملون من أجل الإفراج عن الأبرياء وسيعيدون المغيبين، وربما نسوا وتناسوا تلك الشعارات وانخرطوا في لعبة المصالح الشخصية والحزبية الضيقة. ما حدا بنشطاء عديدين عبر التواصل الاجتماعي لإطلاق الحملة تلو الحملة لمساءلة أولئك الساسة عن وعودهم التي تبخرت بعد أن جلسوا تحت قبة البرلمان. جاء في عربي 21: حرارة الطقس ليست شيئا مذكورا أمام حرارة الصيف السياسي الثامن بعد الثورة في تونس. الحرب مستعرة بين الأحزاب والجماعات المستقلة التي تنوي التقدم للانتخابات، أما مقعد الرئاسة فسيكون ميدان حرب لوحده رغم تهاون الجميع في مسألة السيادة. مقال للكاتب نور الدين العلوي في موقع عربي 21. أتمسك بفكرة رئيسية أن الرئيس يتم اختياره في الخارج وبالتحديد بفرنسا باسم الإجماع وباسم مراعاة علاقات تونس الدولية وباسم لغو كثير مماثل يغطي العجز الداخلي عن الحسم داخل السيادة. والذين ينكرون علي هذا الخطاب ويعتبرونني مشككا بوطنية النخبة يقبلون برضا كبير ويروجون بحماس لفكرة غير سيادية، فادها أن النهضة الحزب الإسلامي ممنوع من الرئاسة، بما معناه أنه إذا منع الخارج مرشحا من النهضة فمرحبا بضغوطه على النهضة. من هو مرشح فرنسا إذن لمقعد الرئيس؟
الأسماء التي عرضت نفسها قبل الموعد لا يمكن أن تملأ العين الفرنسية مثلما ملأها الباجي عام 2014، وكثيرون من المقدمين يعرفون ذلك، لكنهم يملؤون الفضاء من أجل لقب سخيف: مرشح سابق للرئاسة. بناء على ما تقدم، يمكن لي كمواطن أن أقول إني لن أعرف الرئيس القادم إلا بآخر لحظة من موعد الترشيح، وسيكون في طريق مفتوحة لقصر قرطاج. المعطى الوحيد الجديد في هذا هو أن حزب النهضة سيكون مفاوضا شرسا بعملية بيع المقعد بمقابل سياسي جزيل للخارج أولا وللداخل ثانيا. هناك حروب ساخنة قادمة ليس هذا الصيف إلا خطوة في طريقها، عندما يكف السياسي التونسي عن تمجيد التعادل ويفكر مليا في الانتصار. هنا ستبدأ تونس في إعادة بناء سيادتها على شعبها وعلى ثرواتها وعلى مستقبلها. وجب إذن أن نستعجل هذا الصيف والأصياف الموالية الأخرى حتى يجهز الذين يسعدون ويسعدون بالتعادل بصفته انتصارا على أنفسهم في دور قادم، ونعود إلى التأسيس. مبدئيا ليس هناك ما يشين دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى حوار يركز على توفير أقصى شروط نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة. هو حوار لن تكون السلطة طرفا فيه ولا المؤسسة العسكرية، بل تديره شخصيات مستقلة مقبولة شعبيا، كما أنه فتح للمعارضة المجال واسعا لمناقشة أي مسألة تتعلق بشروط ضمان شفافية الاقتراع وحتى تحديد تأريخ إجرائه، وفي مقدمتها ما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإطارها القانوني وتشكيلاتها البشرية وآليات عملها وحتى صلاحياتها. عن الوضع في الجزائر كتب حسين الأقرع في صحيفة الشروق: اللافت للانتباه أن أعداد المناصرين لإجراء الانتخابات كأقصر الطرق للخروج من الأزمة يتزايدون باستمرار، فحتى الذين كانوا يدعون إلى مرحلة الانتقالية تراجع الكثير منهم عنها وأصبحوا يقبلون بطرح قيادة الجيش بتنظيم الانتخابات الرئاسية مباشرة وتحويل ملفات تغيير النظام تدريجياً ومواصلة حملة مكافحة الفساد إلى الرئيس المنتخب. وأصبح اهتمام هؤلاء منصباً على كيفية توفير شروط نزاهة الانتخابات. يمثل هذا الفريق جماعة منتدى الحوار التي تتشكل من أحزاب وشخصيات وتنظيمات وطنية وإسلامية. هناك طريقان يوصلان إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي، وهما المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة. وقد كنا نأمل الذهاب إلى مرحلة انتقالية قصيرة تقودها شخصية وطنية نزيهة وذات شعبية مثل الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، على أن يعين بدوره شخصية مستقلة تقود حكومة كفاءات وطنية لتوفير الأجواء لشفافية الانتخابات المقبلة. لكن إذا كانت الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ستضمن النتيجة نفسها، أي إجراء انتخابات حرة لا تشوبها أي شائبة ولا يطعن في مصداقيتها أحد، فالنتيجة واحدة ولا تهم الوسيلة. يقول الكاتب: دول عديدة خاضت تجارب مشابهة مع الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، كانت نتائجها ناجحة ووضعت حدا للتزوير واحتكار السلطة وحققت التغيير والانتقال الديمقراطي. ولا نعتقد أن الجزائر ستشذ عن هذه التجارب، والشارع يغلي كالمرجل في 48 ولاية منذ أزيد من 4 أشهر. بعيدا عن السياسة، كشفت دراسة جديدة أعدها فريق من الباحثين البريطانيين بإشراف كلية لندن الجامعية، حيث وجود بحيرة نادرة من الحمم البركانية في جزيرة نائية في منطقة القطب الجنوبي كان من الصعب الوصول إليها في السابق. وفق الدراسة الجديدة، فإنه يوجد نحو 1500 من البراكين الكامنة في قشرة الأرض، ولكن على الرغم من الاعتقاد السائد بتبخر أحواض الحمم البركانية المتدفقة في حفرها، فإن هذا البركان في حفرها بالأحرى، فإن هذا البركان الواقع في جزر ساوث ساندويتش
هو البركان الثامن فقط الذي يتم التعرف عليه في جميع أنحاء العالم، والذي يحتوي على بحيرة حمم متجددة. تمكن الباحثون باستخدام صور الأقمار الصناعية من اكتشاف وجود جبل مايكل في جزيرة ساندرس، إحدى جزر جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، ليكون أول جبل بركاني يتم التعرف عليه داخل المستعمرات البريطانية. وتشير الدراسة إلى أن جبل مايكل البركاني يقع في جزيرة نائية في المحيط الجنوبي، ويصعب جدا الوصول إليه، ومن دون صور الأقمار الصناعية عالية الدقة كان من الصعب للغاية معرفة المزيد عن هذه الظاهرة الجيولوجية المذهلة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.